أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من امرأتين تذودان ولما ورد ماء مدين وجد عليه من الناس يسقون ووجد من وأبونا شيخ
كبير ووجد من فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فجاءته إحداهما فجاءته إحداهما ما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله.